بعد ما تاخد محضر الجمعيه والكلام ده كله بتقدمه للهيئه العامه للاستثمار، بتبتدي تراجع وانت على الشباك. لو هيعملها المحاسب القانوني ما عندناش مشكله فيه، لو هتعملها انت تبقى عارف الحاجات المطلوبه منك، انك انت بتاخد معاك سجل تجاري حديث ما يكونش عدى عليه 3 شهور، وبتاخد معاك صوره من عقد تاسيس الشركه او صحيفه الاستثمار، وبتاخد معاك المحضر اصل محضر الجمعيه والكشوف اللي احنا قلنا عليها، وبتكتب اقرار دلوقتي عشان القيد والايداع شركه مصر للمقاصه، طلع القانون رقم 4 لسنه 2018 الزم كل الشركات المساهمه انها تعمل ايداع وقيد مركزي لاسهمها، اللي هو الكلام اللي احنا بنقوله، انك انت دلوقتي زمان هسه زمان ما عادش تنفع، انت مساهم يبقى انت هتروح تجيب بيان من شركة مصر للمقاصة انك انت والله الاستاذ اسماعيل طه يملك 70 سهم، قيمة السهم كذا، شركة كذا، خلاص سواء الشركة اديت له او ما اديتلوش، فانت حقك اصبح فين؟ محفوظ في مصر للمقاصة. بتقدم الكلام ده في الهيئة العامة للاستثمار، سواء انتوا تبع القاهرة الكبرى، يعني غالبا كلنا في صلاح سالم، الجيزة والفيوم في استثمار 6 اكتوبر اللي في مدينة الانتاج الاعلامي، ودلوقتي عملوا استثمار سوهاج، وحاليا في طور استثمار البحر الاحمر هتاخدوا الغردقة وسفاجة، وعملوا استثمار اسكندرية، وعملوا استثمار العاشر من رمضان. ده للشركات أصبحت موزعة توزيع إقليمي، الشركات اللي تبع القطاع يبقى هنا، يعني ما أصبحتش كلها مركزة عندنا في الهيئة، أصبح في مركز خدمات المستثمرين، أصبح في كل إقليم أو في كل 7 8 محافظات في مركز ليهم خاص بهم يؤدي هذه الخدمات. فأنت هتشوف مقر الشركة فين. لو هي تأسست هنا وما زال الملف بتاعها موجود هنا تشتغل هنا، ولكن لو تأسست هنا والملف بتاعها راح 6 اكتوبر يبقى شغلك هيبقى فين؟ في 6 اكتوبر، ما فيش مشكلة فيها خالص. بعد ما تخلص أهم حاجة وأنت على الشباك تتأكد إنه الجمعية سواء عامة عادية أو غير عادية اعتمدت بدون ملاحظة. اعتمدت إيه؟ بدون ملاحظات، لأنه هي لو اعتمدت بملاحظات هتبقى عيبة في حقك كمحامي، أولا مش هتعرف تأشر بيها في السجل التجاري، وفي ملاحظة يعني في خطأ إجرائي، خطأ شكلي، ودي مشكلة، ودي مشكلة. معظم قضايا البطلان يا شباب الجمعية لما تبقى فيها مشكلة وتجي لك أنت كمحامي عشان تبوظها، بتمسك الجمعية من حيث الشكل، وبتمسك المادة 76 قانون 159 اللي هي خاصة بالبطلان، قالت إيه؟ إنه أول حاجة لا يجوز أن يطالب بالبطلان من تغيب عن حضور الجمعية بدون عذر مقبول. كل كلمة في المادة 76 لها وزن ذهب، مش كل حرف، كل كلمة. يبقى أنت لو وجهت له دعوة على المقر الثابت في سجلات الشركة وهو ما جاش، أعمل له إيه؟ أروح أجيبه أنا؟ بس لازم تثبت إنك أنت إيه؟ وجهت له الدعوة.
السادة اللي شغالين في جنح المباني كانت خدت فترة عدم الإعلان المادة 59 وبتروح تجيب سين ستة مراسلات نفس الموضوع عندنا برضه. بس دلوقتي البريد بتتتبع أنت الدعوة بتاعتك وأنت في مكتبك أونلاين. بيديك باسورد بتتتبعه إيه اللي حصل فيه أونلاين. أنت بعت الدعوات ومعاك ما يفيد أنك أنت بعت الدعوات وثابت على مقر الشركة، إذن فافترض فيه أنه هو تحقق لديه العلم. هو بقى حضر ما حضرش دي إيه؟ مش مشكلتي، أنا مش هعطل جمعية عشانه. طيب لو أنا بعت الدعوة وعقدتها قبل 21 يوم فيها بطلان، لأن أنا كده بتوهه. خلي بالك، أنا كسبت قضية في المحكمة الاقتصادية عشان هو عقدها. أنا عن نفسي يعني اكتشفتها صدفة والله، مش فراسة، واكتشفتها كمان في تاني جلسة مش في أول جلسة عشان أكون صادق. لما تيجي تركز في أي ملف لازم تفحص كافة الأوراق التي قدمت لاعتماد الجمعية، لأنه أنت هتجيب يا إما دليل براءة أو دليل بطلانها أو دليل صحتها. منين؟ من ورق الجمعية. سيبك من الكلام اللي هتسمعه، خلي بالك النظام الأساسي وأنت بتأسس الشركة بيقول لك لا يجوز أن تنعقد الجمعية العامة إلا في مدينة كذا وكذا. تيجي أنت سيادتك قال لك القاهرة، وتيجي أنت كده محامي صعيدي زي كده من سوهاج جاي من البلد كده بعبلك، وأنت مش عارف الفرق. مؤاخذة سيادة النقيب، كلنا صعايدة، كلهم صعايدة، وانت مش عارف الفرق بين القاهرة والجيزة، وتروح تعملها في الدقي ولا في العجوزة، يبقى الجمعية هنا ايه؟ انت هتدخل المحكمة هتنور على الحتة دي. بس النظام الاساسي قال انه ما تعقدش الا في القاهرة، وهو عاملها لي فين؟ في العجوزة. اقول والله ده بطلان، هو تاخد اصل ملاحظة عندك في الهيئة العامة للاستثمار، تاخد ملاحظة، ما هو انت ما عقدتش في المقر. ممكن المقر بتاعها يكون في القاهره وانت تقول يجوز انها تعقد في القاهره والجيزه وتعقد، ما فيش مشكله ما تحددش. بس المهم حاجه يكون ايه؟ النظام الاساسي ينص على ذلك. ليه بقى؟ لانه للاسف الشديد وانا معترض على هذا الحكم ان كان لنا حق التعقيب. المحكمه الاقتصاديه في أحد أحكامها أقرت بأن النظام الأساسي للشركة المساهمة المصرية هو نظام يعلو على اللائحة التنفيذية للقانون، وأن سلطان الإرادة إذا ما اتفق عليه المساهمون فإنه يسري في حق الكافة. أنا الحكم ده يعني طبعا هو طعن عليه بالنقد. ليه؟ في مادة في النظام الأساسي، المادة مش عارف كام وخمسين، بتقول إنه لا يتم رفع أو اللجوء للقضاء على أمور تمس الشركة إلا بعد أخذ رأي الجمعية العامة. دي موجودة، والمحامي قال لك إنه رفع قضية بطلان وتخطى النظام الأساسي للشركة ولم يقم بعرض هذا النزاع أولاً على الجمعية العامة للشركة، والحكم أيد هذا القرار والكلام وقال إنه طالما ما عرضهاش ففي هنا إيه؟ بطلان، وبالتالي إرادة المساهمين عند التأسيس تعلو على هذه اللائحة. يعني الكلام ده محل نقد طبعا، وهنشوفها توصل فيه الامور لفين يعني. وبالتالي انت النظام الاساسي لازم تعرف هل هو العقد هيتم انعقاده
في القاهرة ولا في الجيزة ولا في اسكندرية، زي ما بيقول لازم الجمعية تعقد في هذا المكان. طيب أنا خلصت، اعتمد الشرط، هروح أشر بالكلام ده في السجل التجاري، سواء زيادة رأس المال أو تغيير مادة 21 أعضاء مجلس الإدارة، وهطلع عشان أعتمد عقد التعديل، لأنه إحنا عندنا في الشركات المساهمة لازم عقد التعديل أعتمده في الشهر العقاري، وبعدين أروح أنشره في صحيفة الاستثمار عشان يبقى تعديلات الشركة عندي من أول يوم كان فيها فلان وفلان باع لفلان وفلان طلع، وأصبحت الأمور إيه؟ مسلسلة عندي. بعد ما أعتمد المحضر وأعتمد وأشر به في السجل وصدق على عقد التعديل، موضوعي كده انتهى خلاص، أصبح هناك تعديل شركة، المواد اللي احنا اتفقنا ان احنا نغيرها غيرناها، والمواد اللي احنا عدلناها عدلناها، واروح أشر بيه في السجل التجاري واخد العقد التعديل ده اروح انشره في صحيفة الاستثمار. ده بالنسبة للجمعية العامة الغير العادية. ده بالنسبة للجمعية العامة الغير عادية اللي هي معظم المشاكل فيها بتكون مشاكل حساسة، لأنه غالباً بتنطوي على تعديل نظام الشركة. الجمعية العامة العادية نفس الإجراء، هي ما بتختلفش، بس مش بحتاج قبلها محضر داعي، هي ما فيش مشكلة فيها. بالنسبة للمحضر، اجتماع محضر مجلس الإدارة، هاخد معايا المحضر نفسه وأنا بعتمد، وهاخد معايا السجل التجاري حديث، وهاخد معايا كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة، وأروح أعتمده من الهيئة العامة للاستثمار بالقرارات اللي هو واخد. القرارات دي يا شباب زي ما تكون، اجتمع المجلس بيكون فيه أمين السر ورئيس الاجتماع، بيعتمد مفيش مشكلة فيهم خالص. ده بالنسبة لمحضر مجلس الإدارة، وبالنسبة للجمعية العامة العادية، وبالنسبة للجمعية العامة غير العادية. دي الحاجات اللي هي الهيئة العامة للاستثمار أصدرت كتيب اسمه الأطر القانونية للجمعيات العامة العادية وغير العادية ومجالس الإدارات. في كل الكلام اللي أنا بقوله لك ده شرح مفصل، والورق اللي مطلوب منك إيه، والبيانات اللي تدلي بيها إيه. الجمعية العامة الغير العادية النسخة الواحدة ب900 جنيه، محضر مجلس الإدارة النسخة ب300 جنيه، والجمعية العامة العادية النسخة اعتمادها بكلف 300 جنيه. لو أنت عايز أكتر من نسخة هتزود 300 تاني. ده بالنسبة لما بعد التأسيس، أتمنى أنكم أنتم تكونوا استفدتوا يعني، ولو أي أسئلة أنا تحت أمركم. كل سنة وأنتم طيبين.